السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من أخ سمين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. نتمنى يعني تكونوا في صحة وعافية. إخوان، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله هو واحد الموضوع اللي تيهم مجموعة فيهم جميع الإخوان المهاجرين المقيمين هنا في الديار الإيطالية من جميع يعني الجنسيات. أي مهاجر تيعاني من هذه المسألة اللي غادي نتطرقوا لها اليوم، باش نبداو نطرحوا على مجموعة ديال المسائل الشخصية والإدارية اللي تتلزمنا هنا في الحياة ديالنا اليومية. من بين هذه المسائل هذه وأهمها يعني والمشكل الكبير اللي تيعانيو منه مجموعة ديال الإخوان والأخوات هو التجمع العائلي، يعني ريكونجينجمنتو فاميليار. كيفاش نجيبو، اشنا هو المعنى ديال هذا التجمع العائلي؟ هو المرحلة اللي تنديرو، ديك العملية اللي تنديرو، تنقدمو واحد الطلب لجلب افراد العائلة للعيش معنا هنا في التراب الايطالي، فوق التراب الايطالي، مادام تيكون عندنا الشروط اللي تيطلبوها تيتوفروا فينا الشروط، يمكننا ندفعو نقدمو هذا الطلب هذا باش نقربوا العائلة ديالنا تجي تعيش معنا هنا على ارض ايطاليا. هذا الملف، هذا الطلب، هذا ديال طلب تقديم طلب ديال تجمع العائلة الاخوان، يعني دائما تيكونوا فيه تساؤلات والانسان تيكون فيه بعض الشبهات. هذه اليوم ان شاء الله غادي نقربوا الصوره، نوضحوا الصوره للاخوان. وفي النهايه ديال الفيديو ان شاء الله اي اخ ولا اي اخت عندها استفسار ولا عندها تساؤل ولا كاين شي شلوبس عندها، ديرنا تعليق ان شاء الله ونجاوبها عليهم. ولكن قبل ما نتطرقوا لهذا الموضوع الاخوان بالتفاصيل، نحب يعني نقدم لكم واحد الدعوه باش تشاركوا القناه وتدعموها، يعني عن طريق الاشتراك بالضغط على الزر ديال الاشتراك او الاعجاب والضغط على الزر ديال الاعجاب، وكذلك تشاركوها. يعني الا كنت تشوفوا القناه في المستوى ديال المحتويات ديالها مفيده لكم، يعني تقدر تكون مفيده للاصدقاء والاهل ديالكم والعائله، لذلك نطلبوا منكم يعني كشكر لكم هو الدعم ديالنا ويعني مشاركه القناه مع الاصدقاء ديالكم. اذا الاخوه، كيف ما قلنا اليوم الموضوع هو نتكلموا على التجمع العائلي. اشنو هو؟ نشوفوا اشنو هو المعنى ديال التجمع العائلي، شكون هما الاشخاص اللي يمكن نديروا معاهم التجمع العائلي، يعني الالتحاق بنا هنا في الديار الايطاليه، واشنو هما الشروط اللي تيطلبوا لينا، طلبنا الحكومه الايطاليه او الاداره الايطاليه اللي تنتجوا لها باش تقبل، باش تعطينا الاوكي، باش تعطينا الموافقه باش نجلبوا الاهل ديالنا لهنا. اول حاجه نتكلموا على الاشخاص، لان هذه المساله فيها واحد شويه ما مفهوماش، شويه ديال اللبس. شنو هما الاشخاص اللي يمكننا نديروا لهم التجمع العائلي، يمكن نديروا لهم ريكونجينجمنتو فاميلياري باش يجيو عندنا لايطاليا. كما هو معلوم يعني اغلبيه الناس عندهم هذه الفكره ديال هو الزوجه ديالك، هو الابناء ديالك، الوالدين، يعني الاب او الام. ولكن النقطه اللي يعني الكثير يجهلوها هو يمكننا نديرو ريكونجينجمنتو فاميلياري، التجمع العائلي، الالتحاق العائلي، يمكن نديروه حتى الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا، ولكن بشرط انهم يكونوا قل من 18 سنه، يعني يكون عمر ديالهم قل من 18 سنه. ويكون واحد الشرط اللي مهم هو انك يجب ان تثبت، تجيب واحد الورقه، واحد الشهاده اداريه من المحكمه في البلد الام. يعني مثلا حنا نتكلموا دابا على الحاله ديالنا مغربي، ولكن هذه الطريقه نفس الشيء يسري على جميع الجنسيات اللي مقيمين هنا في ايطاليا. يعني مثلا اخ تونسي او اخ جزائري او اخ ليبي او اخ حتى مثلا نيجيري او كاميروني، هادو هما كاين واحد الطريقه باش تمكن لك تجيب منها حتى الاخوان ديالك، ولكن يكون العمر ديالهم قل من 18 سنه. هو تيطلبوا منك تجيب واحد الشهاده اداريه تجيبها من المحكمه في البلد الام، تثبت بانك انت المسؤول القانوني على داك الاخ ديالك. مثلا يكون مثلا يتيم موفي للوالدين، او يكون مثلا يعني كاين بعض الشروط تتمشي تستخلص هاد الوثيقه هذه من المحكمه في الدوله الام ديالك، في البلد الام ديالك، تثبت وتتبين بانك انت اللي مسؤول عليه قانونيا. فهاد الطريقه هذه يمكن لك دير ليه التجمع العائلي والالتحاق بك هنا في التراب الايطالي. يعني شنو هما نعاودو الاشخاص؟ هما الاب والام ديالك، الزوجه ديالك، الابناء ديالك، وليداتك، يعني بنيات وليداتك الا كان تجيبهم، والاخ ديالك او الاخت ديالك الا كانوا قاصرين، يعني اقل من 18 سنه، مرفقين بهذه الشهاده الاداريه التي تثبت انك انت الوصي عليهم القانوني، انت المكلف به قانونيا وشرعا. هذا هو اللي فيها الاخوان، يعني ها المساله تاع الاشخاص اللي ممكن نجلبهم لهنا وندير لهم الالتحاق العائلي، هما الافراد هذو ديال الاسره ديالنا والعائله ديالنا. نمشيو نشوفوا اشناهما، شكون هما الناس اللي يمكن لهم يديروا الالتحاق العائلي، شنو هما الشروط اللي تيطلبوا منا حنا باش تعطانا الامكانيه
نستافدوا من هذا الطلب هذا تقديم هذا الطلب هذا. وما فيها جوج الانواع، كاين اما الانسان يكون يعني شغال موظف او عامل او اجير في واحد الشركه، او طريقه اخرى هو الناس اللي تيشتغلوا في المجال في القطاع الخاص يعني عندهم انشطه حره ديالهم. نشوفوا الناس اللي خدامين يعني شغالين يعني تيشتغلوا تابعين لشركات يعني عندهم عقود عمل. الناس اللي تيكون عندهم عقود عمل المساله يعني بسيطه، اول شيء تيخصو يقدم الملف، الملف تيطلب يكون فيه جوج المسائل، مسائل ديال السكن ومسائل وثائق تثبت السكن ديالو ووثائق اخرى تثبت الشغل ديالو والمدخول ديالو. بالنسبه للمسائل اللي عندها علاقه بالشغل تيطلبوا منك تقدم عقد عمل، العقد العمل وكذلك الدخل ديال اخر سنه، مثلا بغيت تدفع دابا تجيب الدخل ديال السنه الماضيه، وكذلك تجيب شواهد ديال الاجره ديالك الدخل ديالك الشهري، دوك لي بوستي باغي. يعني عندنا كونتراتو ديال لافورو، عندنا الكود ديال لانو بريسيدنت ديال العام اللي فات، وعندك لي بوستي باغي ديال هاد السنه اللي انت بغيت تقدم فيها، تيطلبوا لك لي بوستي باغي ديالها. وكذلك تجيب تحقق هذه نصيحه للاخوان اللي شحال من اخ تيدفع وتترفض ليه الدوسي، تيكون خدام مع شي واحد وما تيخلص ليه الضرائب، ما تيخلص ليه الواجبات القانونيه ديالو، فاش يقدم الطلب وتيكون عنده الشروط الاخرين تيترفض ليه الانسان ما تيعرفش علاش. هذا هو السبب يعني الاخوان، انسان لنا الحق ديالك، يمكن انسان يشوف الحاله الضريبيه ديالته تدخل على الموقع ديال النيبس، اولا طلب من صاحب الشغل يوريك بانه تيخلص لك تيدفع لك الضرائب الشهريه ديالك المستحقات القانونيه والضريبيه ديالك، باش يكون الملف ديالك وتكون حتى الوضعيه ديالك قانونيه الضريبيه قانونيه هنا في التراب الايطالي. هادو هما الوثائق الاخوان اللي تيلزم ليك بالنسبه لاثبات الشغل ديالك، الوضعيه العمليه والماليه ديالك في التراب الايطالي. بالنسبه للمساله ديال السكن، المتطلبات السكن، هو تجيب اما هذه نقطه تيوقعوا فيها بزاف ديال الاخوان، تيكون هو ما عندوش يعني ريزيدنت هنا مقيم هنا في التراب الايطالي وعنده شهاده السكنه، ولكن ما عندوش هو دار، ما عندوش شقه، تيتلف عندك الحل دير ريكونجينجيمينتو فاميليار، دير طلب تقدم التجمع العائلي مثلا للزوجه ديالك عن طريق يعني تاخذ لوسبيتاليتا الاستضافه من عند واحد الصديق ديالك او العائله ديالك عندهم شقه كبيره وفيها المواصفات المطلوبه، واخا انت ما ساكنش معاهم. يعني انا ريزيدنتي في رقم 15 في شارع مثلا نقولوا شارع الزرق توني، يمكن لي ناخذ عند واحد السيد صديقي ساكن في شارع محمد الخامس يعطيني الاستضافه للزوجه ديالي، هذه قانونيا يمكن لك ديرها، ولكن لازم هذاك السيد اللي بغى يدير لك لوسبيتاليتا الاستضافه للزوجه ديالك تكون البيت ديالو عندو المعايير ديال الصحه والسلامه اللي تيكونوا مطلوبين هنا في الشقق المنازل، يعني باش نسميو تتقدم داك الطلب ديال لي دونيتا لوجاتيفا. هذا الطلب هذا تيبين تيعطي الحاله والوضعيه الصحيه والمعماريه ديال البيت اللي بغيتي تقدم عليه انت ديك الاستضافه، ولا اللي بغيتي تاخذ فيه ديك الشهاده ديال السكنه مثلا. يعني هذا هو الحاجه اللي تتطلب لك في السكن، تيطلبوا لك ديك لي دونيتا لوجاتيفا، واحد الشهاده اداريه من البلديه تتبين تثبت بان هذا البيت في هذه القيمه ديال هذه الامطار، هذه المساحه، هذه المساحه هذه يعني الامطار باش تستضيف فيها هذاك العدد ديال الاشخاص راه متوفره، الحاله الصحيه ديال والتقنيه ديال البيت تتكون يعني فيها سكالامينتو فيها ديال التسخين فيها يعني الشروط البسيطه تتكون متوفره، تيعطي البلديه تتعطيك هذه الشهاده هذه وتتلم الملف ديالك وتتقدمو. يعني هذا مساله بسيطه. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم عقود العمل، الناس اللي خدامين موظفين او اجراء. بالنسبه للناس اللي تيشتغلوا في القطاع الحر، الناس اللي تنقولوا حنا عندهم لي بارتيتيف الارتيجاني ولا كوميرشانت ولا هادي، هاد الناس هادو عندهم نفس بالنسبه للسكن نفس الشيء، تيمشي عليهم حتى هما نفس الشيء، ولكن الملف ديال العمل ديالهم تيختلف، تيخصهم يقدموا واحد الملف الوثائق هما البارتيتيف شهاده ديال الرقم الضريبي ديالته، كذلك الفيزورا كاميرا لواحد الاشهاد ضريبي تاخذه من لاجنسي ديال الانترا تثبت بانك انت راه فعلا هذه الشركه هذه قائمه بحالها، وكذلك تتقدم الدخل ديال السنه الماضيه، تدير ديك الديكلاراسيون ديال ريديتي ديال لانو بريسيدنتي، وتدير الدخل ديال الشهور من شهر واحد لغايه الشهر اللي انت بغيتي تقدم فيه الطلب. باش نوضحوا المساله، مثلا حنا في 2020 بغيت نقدم الطلب انا دابا ديال ريكونجينجيمينتو فاميلياري ديال التجمع العائلي، غادي نقدم الريديتو ديال العام اللي فات تاع 2019، وفي شهر وفي 2020 غادي نقدم من شهر واحد
انا بغيت ندفع الطرف شهر 6 من شهر 1 لشهر 6 بيطلبوا لي داك البيلانشينو ديال هذا المده هذه من شهر 1 لشهر 6 شي حاجه تثبت المدخول ديالي في هذا المده. هذا هو اللي فيها الاخوان، يعني مساله بسيطه وبهذا الامكان هادو زياده على الشروط ديال لي دونيتالو جاتيفا ديال السكن تيمكن لك تقدم الطلب ديالك. المساله اللي الاخوان اللي بغينا نشيروا لها هو دائما انت راه من بين الاسباب اللي تجعلهم يرفضوا طلبات ديال الالتحاق والتجمع العائلي هو تيكونوا تقريبا ثلاثه الاسباب اللي مهمه. السبب الاول هو السكن، ما تيكونش فيه دوك المعايير اللي قلنا ديال الصحه والسلامه، وكذلك هو الضرائب يعني تيكونوا ما مدفوعاش. هذا الاغلبيه ديال الاخوان رغم اننا تنشوفوا تيقول لك شي واحد انا ما مخلصش الضرائب ديال العام اللي فات ولا عامين هادي وخرجت، ولكن احنا ما تنهضروش على دوك الحالات الشاذه، دوك الحالات الخاصه سونو كازي بارتيكولار، هادوك ما تنهضروش عليهم. حنا تنقولوا القانون اش تيقول، المحور ديال القانون، القانون تيقول لك هو هذا، الا الضرائب ديالك مدفوعه المسبقه دفعها والسكن عندك فيه الشروط والمعايير يعني واخد الايدونيتا لوجاتيفا، الطلب ديالك تتقدمو وتيسر الله يعني تيجي النتيجه تكون ايجابيه. لذلك ما عمرنا ناخذ الافكار نقول واحد صاحبي دفع وما مخلصش الضرائب عنده البارتي تايفا وندفعو حتى حنا، لانه هو يقدر يكون عنده هذاك حد مثلا. ودوك والمسائل كيف قلت لكم يعني دوك الحالات الشاذه ما تنعتبروش بهم. هذا الاخوان هو اللي فيه يعني مساله بسيطه كيف ذكرنا لكم، عندكم مسائل جوج شروط، شروط ديال السكن وشروط ديال العمل. بالنسبه وضحنا مساله الناس اللي خدامين بلي كونطرا ديال لافور بعقود عمل، وضحنا مساله الناس اللي عندهم تيشتغلوا في المجال في القطاع الحر يعني شغالين لشخصهم عندهم شركه او تجاره او هادشي. هذا هو الاخوان المساله اللي فيها، ان شاء الله تكون الفكره وصلت ووضحت لكم شويه. اي سؤال ولا اي استفسار راه حنا راه الاشاره وكفايه يعني التعليق ونجاوبكم الى قدرنا الله سبحانه وتعالى. اخوان الطلب الاخير كذلك تنطلبوا يعني ونترجوكم باش تدعموا القناه، لانه يعني غادي بواحد الطريقه بطيئه شويه، كاين الاعجاب كاين المتابعه ولكن ما كاينش الاشتراك والانخراط في القناه. الاخوان نتمنوا لكم يوم طيب ونتمنوا الفيديو يروق الاعجاب ديالكم، واي تساؤل او استفسار كيف قلت لكم يعني يكون التواصل بيناتنا، وان شاء الله غادي تكون دابا هذه سلسله ديال الفيديوهات اللي توضح هذه المسائل اليوميه اللي تعيشها اي مهاجر، يعني مثلا غادي يكون جينجيمنت وكيفاش تدفع تاشيره سياحيه للعائله ديالك، يعني مسائل اللي تنعيشوها يوميا غادي نتطرقوا لهم هذا الاسبوع. ولا عندكم يعني شي موضوع تيثير الحيره ديالكم يمكن نناقشوه جميع، تبعتوه لنا مثلا كعنوان كتعليق انكم بغيتوا نتطرقوا لشي موضوع ونناقشوه ان شاء الله جميعا. اخوان تحيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.